شاهدي شوف تي في، مرحبا بكم في هذه البث المباشر من مدينه طنجه. حاليا كنتواجدوا في ملعب اللي قرب ملعب ديال زياتن، الدوري الرمضاني المنظم من طرف جهه طنجه تطوان الحسيمه. في هذه المباراه هنا كنشوفوا الاجواء الحماسيه ديال مقاطعه المغوغا مع عمالة طنجه اصيله. الدوري هذا يعني اللي نظمته جهه كيعرف مشاركه ديال العديد من الفرق، لكل واحد كيمثل مثلا المقاطعات الاربعه اللي عندنا في المدينه، بالاضافه الى العمالات الى الولايه الى الجهه. يعني كل واحد كل فريق كيمثل واحد الاداره ديالو. رميسه سوا سينا حنا باس حنا كنا راهو النتيجة لحد الآن هي 1-0 واحد صالح مقاطعة ديال المغوغا و 0 المقاطعة ديال العمالة طنجة أصيلة. الأجواء الحماسية كتشوفوها هنايا، قدام بعد تكون كاملين اصاحبي. جويتي برافو ليك، برافو ضربوا الكره.
كيف تسمى؟ نهار كبير هذا، كيفاش نهار صحيح؟ لاباس بخير كلشي مزيان. صحيحة الحمد لله، الله يبارك فيك. I'm